وحول الأمر السامي ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الاقتصادي مازن السديري. أهلا بك سيد مازن معنا. يا هلا طال عمرك، أهني إخواني المواطنين وهني الشعب، وقبل ذلك أشكر القيادة الكريمة العظيمة على هذا القرار التاريخي الذي من شأنه أن ينعكس بأثر رائع على المجتمع وعلى اقتصادنا الوطني في المملكة العربية السعودية. نحن نعلم أن يوجد لدينا الكثير من الأجانب بسبب منع قيادة المرأة سابقا، ويوجد لدينا أيضا كثير من استهلاك وإنفاقات الأسرة تذهب على أجر العمال واللي هم السائقين، والتي تستنفذ وتؤثر على دخل الأسرة. الآن ستزداد، سينقص عدد الأجانب، سيقل إنفاق الأسرة في الأشياء التي الحقيقة لا داعي لها ولا ضرورة لها. أيضا سيكون للسعوديات القدرة أيضا في حالة سفرهم، في حالة أنهم معرفة القيادة كسلوك يمارسون في سفرهم. احنا سعيدين جدا بهذا القرار، اجزم انه المرأة السعودية التي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم قيادة هذا الوطن اصبحت في المستشفى وفي الجامعة وفي كل وفي البنك وفي كل مركز، ويوجد سيدات سعودية تبوأن اعلى المناصب في قيادة البنوك والشركات. المرأة السعودية الان في المقدمة، ونحن فخورين بها وفخورين بما نراه اليوم. والملك سلمان يؤكد أمام العالم وسمو ولي العهد أن المملكة ماضية في رؤية الإصلاح، رؤية التحول. المملكة ليست شركة بترول، بل مجتمع قادر على الإنتاج ومقارعة الدول الأخرى والدول النامية. طيب، ما هي انعكاسات هذا القرار وأهميته من الناحية الاجتماعية؟ لا شك أنه من الناحية الاجتماعية، يعني الأسرة ظلت أسيرة لحضور السائقين، العمال، حركة الأسرة، عمل المرأة، الضغط اللي كان على الأب، كان الأب كثير من وقته الحقيقة يذهب لمتابعة أسرته ويأثر على إنتاجيته الحقيقة، على إنتاجية العمل. يعني ثقافة العمل كان يشغلها تماما الشيء بسيط اللي هو المواصلات. شيء مثل هذا القرار سيعزز ثقافة العمل، التركيز، عدم جعل هذا، عدم وضع حواجز لحركة الفرد في المجتمع. حركة الفرد وساعات الحركة في المجتمع لها دور في كل الاقتصاديات، يدرس، يعني يدرس كم عدد يمضي من الوقت في المواصلات إذا المدن مكتظة، المدن مزدحمة. أصبحت مدينة الرياض أستاذي من أكثر يعني حقيقة العواصم ازدحاما، يعني يوجد في الرياض وحدها ربع سكان المملكة. السبب كثرة السائقين من ضمن الأسباب، يعني يوجد أسباب كثيرة لا شك أنها من الاقتصاد، أنه هناك كثير شركات وأعمال وظائف أدت، لكن أيضا في كثير من العمال. هذا كله راح يخفف الضغوطات الآن لدينا. وأيضا يوجد تطور الآن في المملكة لتوطين النقل الجماعي في المملكة وفي الرياض تحديدا، أيضا هذا سيساهم في سرعة الحركة والتنقل والدوران للفرد في منطقة الرياض. هذه أيضا من الأشياء الإيجابية. وكان دائما تنتقد المملكه في قياده المراه. في شيء اخر ايضا احب ان اذكره، الحقيقه كان كثير من الاجانب ذوي المهارات العاليه لا يريدون القدوم للمملكه بسبب ان زوجاتهم لا يستطيعون القياده. وانا اعرف زملاء اوروبيين يعيشون في الخليج وياتون في الرياض يومين في الاسبوع، ثلاثه ايام في الاسبوع، لانه زوجاتهم واسرهم لا يستطيعون القياده. وهذا كان حتى ياثر على الرواتب، يعني كانوا يطلبون رواتب كبيره عشان تعوض القيود التي على أسرهم. هذا كله راح يريح يعني مجتمعنا واقتصادنا. مستوى حضور الأجانب والكفاءات الأجنبية اللي راح تأتي راح تكون أفضل من السابق، الخيارات أكثر. هذا طبعا راح يكون لها انعكاس على المجتمع وعلى اقتصادنا. طيب، ما تأثير هذا القرار في تعزيز كذلك فرص عمل المرأة في القطاع الخاص؟ سؤال جدا مهم. كان كثير من النساء للأسف يخسرون فرص عمل مهمة لعدم وجود وسيلة مواصلات، يكون رب الأسرة غير قادر، يعني مش عنده التزامات كثيرة، غير قادر على إيصال أكثر من نقطة معينة ومكان معين. أصبح مجتمعنا أكثر شفافية بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا أتذكر كنت تلقى دكتورة يعني مثلا في مواقع التواصل تريد سائق، تريد مش أنه عندها محاضرة تحضرها وفجأة هرب. يعني كانت أشياء الحقيقة لا تليق في مجتمع تقدم، في مجتمع أصبحت المرأة فيه تحمل أعلى الشهادات وأعلى المناصب. والإدارة والقيادة الحكيمة لهذا الوطن أخذت قرار حاسم تاريخي أن تمضي إلى الأمام، لا عودة لعقارب الساعة للوراء. ستمضي الأمور للأمام، الجميع سيمضي للأمام، ومسيرة النهضة بإذن الله مستمرة.
طيب أنا أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الاقتصادي مازن السديري، شكرا جزيلا.